إن منظمة الصحة الأفريقية AHO هي وكالة خيرية عالمية غير هادفة للربح، تدار بأفراد من الشعب من أجل الشعب. نحن نقدم الرعاية الصحية والاجتماعية في أفريقيا وأيضا في المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا وكندا، بالإضافة إلى العديد من المناطق والدول الأخرى. إن رؤيتنا الأساسية تهدف إلى توصيل خدمات صحية مستدامة عالية الجودة لكل أفراد الشعب في أفريقيا، متضمنة أولئك الذين لا يستطيعون دفع المقابل المادي للخدمة الصحية. إن قارة أفريقيا تعاني هذه الأيام من كثير من التحديات الصحية، والتي ترجع إلى فقر الظروف المعيشية، فقر مستويات النظافة، ونقص الغذاء. وهناك العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها القارة، ويمثل مرض الملاريا الذي ينتشر رئيسيا عن طريق البعوض أحد هذه المشكلات. يعد الملاريا من الأمراض القابلة للشفاء والعلاج تماما، ولكن إذا لم يتم علاجه يصبح مرضا قاتلا. ومرض الالتهاب الرئوي هو أحد أنواع العدوى الأخرى التي يعاني منها كثير من الأطفال والبالغين في القارة، وهو نوع من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتي تؤثر بصفة رئيسية على وظائف الرئة، وتؤدي إلى 15% من أسباب وفيات الأطفال بالقارة. ويعاني سكان أفريقيا أيضا من العديد من المشاكل الصحية الأخرى، والتي تشمل الأمراض المعدية بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى، مثل مرض نقص المناعة المكتسبة، الدرن، الالتهاب الرئوي، الإيبولا، الحمى الصفراء، سوء التغذية، النزلات المعوية المؤدية للإسهال، وارتفاع مستوى الوفيات لدى الأمهات. وبالإضافة إلى كل تلك التحديات الصحية، نحن نعمل على محاربة الكورونا فيروس، والذي أصاب ما يقرب من 1 مليون شخص بالقارة حتى أغسطس 2020. إن فيروس الكوفيد 19 من الممكن أن يكون له تأثير خطير على حياة السكان في أفريقيا. عن طريق تبرعك أيا كان مقداره، تستطيع المشاركة في خلق ظروف معيشية أفضل في أفريقيا لكل أفراد الشعب. إن عملنا يتم تمويله فقط عن طريق التبرعات، ولذلك فإن ما تعطيه سوف يسهم في صنع فارق كبير. إن تبرعك حتى ب3 جنيهات من الممكن أن ينقذ حياة شخص. تبرع الآن. يمكنك التبرع لمنظمة الصحة الأفريقية من خلال موقعنا على الإنترنت aho.org/donate، عن طريق الهاتف على رقم 0300123450555، باستخدام هاتفك الجوال أو جهاز التابلت بمسح QR code المخصص. يمكنك أن تجد المزيد من المعلومات عن العمل الذي نقوم به وطرق التبرع الأخرى، مثل التبرع بالأغذية والمستلزمات، عن طريق موقعنا على الإنترنت aho.org. شكرا لكم.